أذن أهالي الشام، هذا بشار الأسد وحزب الشيطان وإيران بدهم يهجروكم من الشام، قطعولكم المي من وادي بردة. بدكم تصحوا يا أهل الشام، بدكم تصحوا يا أهل سوريا. تكبير تكبير تكبير. جاهزين تردد الشعار رهيب. نحن طلعنا اليوم من منطقة المرج مهجرين نصرة الأهل، أهلنا بوادي بردة وبسيمة وفي دمشق بقطع المي عن دمشق، وإن شاء الله نحن رح نتوحدوا كل الشباب بصف واحد ونصرة لأهلنا في وادي بردة. حرية حرية ومن الغطى العادية ومن الغطى العادية.